وقراء الرحمن في العراق لم يقرأها في مكان آخر. الشمس والقمر والحسبان. ها لا، هو لما تسمعه ويقول الشمس والقمر والحسبان والنجم والشجر يسجدان، الواحد قلبه ينصدم. ولما يقرأ في النجم فبأي آلاء ربك تتمارى، هذا نذير من النذر الأولى. أو يقرأ فلا تزكوا أنفسكم وعلوم من اتقى، فرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكده، يعني قراءة. لا، هو أول ما سفر العراق زمان، فسفر العراق هو شاب، فالعراقيين حبوه وحب العراقيين، فصار كل سنة وكل ميتم يروح العراق، حتى في المياتم يروح في المياتم في العراق، وميتم الملك وأم الملك وأخت الملك وخال الملك وعمة الملك كله يروح العراق. نعم. الله يرحمه. اي نعم. حصل. هو ابو العين عبد الفتاح الشاعي حكى هذه القصة وقال انه هو لما سافر الى العراق كانوا اهل العراق طالبين مصطفى اسماعيل مع الشيخ ابو العين الشعيشة، فكان مصطفى اسماعيل مشغول او مريض حاجة زي كده، فقال للشيخ عبد الفتاح الشاعي تعالى معايا العراق ومش عارف ايه وبتاع. فلما راح العراق عرف ان كان سألوه فين الشيخ مصطفى اسماعيل، فقال مصطفى اسماعيل في زعلان، فغضب الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي وقال له ازاي تجيبني مكان مصطفى اسماعيل وانا لازم ارجع مصر تاني. قال له عاوز ترجع مصر؟ وقال له الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي خاب وما عارفش يقرا في العراق. ده كلام يا راجل، انت اقرا والناس هنا سميعه ولما يسمعوك يحبوك. فقرا وفتح الله عليه سبحانه وتعالى، وكانت من أجمل قراءاته اللي قرأها في العراق أيضا الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي. وأنا قلت أمشي من الحسين إلى السيدة، مش عشان حبيبي ساكن في الحسين وأنا ساكن في السيدة، لا، عشان كنت أسمع الفجر الشيخ إبراهيم الشعشاعي ابن عبد الفتاح الشعشاعي في مسجد السيدة زينب. كان عندما يقرأ الفجر في مسجد السيدة زينب كأنك جالس في الجنة بتسمع قرآن في الجنة. الله يرحمه. حوالي 3 كيلو 3 كيلو ونص يعني. طبعا كنت في الشباب. ان شاء الله يا رب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على مبعوث رحمه العالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين ومتبعهم باحسان يوم الدين. اللهم إنا نستغفرك الحول والقوة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك العون والرشد والتوفيق والسداد، ونعوذ بك من عثرات اللسان وزعات الشيطان والخطأ والزلل. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، تحدثنا عن تربية النفس على طلب معالي الأمور والارتقاء بها إلى أعلى مراتب السمو الديني والدنيوي في شرف وعفة. Talking about ascending with your spirit. وقلنا إن هذا التكليف التربوي مما أحبه الله تعالى من المسلم ورضي منه وله في كل مكان وزمان. ودللنا على ذلك من الكتاب والسنة، كما بينا أن تربية النفس على المعالي مما توجبه المروءة المسلمة ويقتضيه كمال العقل. ولذلك كان اختيار المعالي بكلفتها الثقيلة واختيار الله تعالى لأوليائه ونظره إليه. اليوم إن شاء الله والليلة حنواصل الحديث لنبين أهلية الرجال والنساء الذين يطولون العلوم ويقدرون على تحمل كلفة طريق المعالي بثقلها وغلو مهرها. عايزين نعرف مؤهلات الرجال والنساء اللي قاموا بالمعالي. أنا training so you can
take yourself in the ladder of spirituality, using the Quran and the Sunnah of Muhammad, peace be upon him. عن طريق المعالي أن طريق المعالي ثقيل الكلفة غالي الثمن ولا يمكن أن يرقى إليه سوى علي النفس الذي ارتضى بالرياضات التي تحمل النفس إلى معاليها فألزم نفسه الأخلاق المحمودة ونهاها عن الأخلاق المذمومة راجيا بذلك حسن الذكر في حياته وبعد مماته متأسيا بسنة أبينا إبراهيم عليه السلام في قوله واجعل لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم outside the guidance and the straight path of Allah, hoping with that to be remembered in our life with goodness and after we pass with righteousness, and that's actually following the guidance of our Prophet Ibrahim when he said, "Oh Allah, make me a truthful voice in later days, and make me among those who inherit the heaven, inshallah." وإنما يسهل على من أشقى نفسه وجاهدها في الله تعالى حق الجهاد فأحب محب الله وعمل جاهدا في مرضاته وهانت عليه الملاذ خوفا من الذم في الدنيا والعار في الآخرة علشان كده في ناس كتير تحب المعالي لكنها لا تعرف تحب الرقي لكنها لا تترقى لأنه لم يصدر نفسه عن الهوى وإنما يعطي نفسه ومتنين فلا يرتقي بها لكن الذي تسمع عليه المعالي هو الذي يتحمل تلك المشاق هذا الذي تسهل عليه مشاق المعالي وهذا هو السيد بل تلك حقيقة any of the enjoyment of what earth can offer, fearing of falling into sins and mishaps and being cursed in this life and in hereafter. البخ يا جارية قالت إيه كلف يا زيد ما هو عاوز تأكل وتشرب وتقعد على السفرة وتتمغط لازم تتكلف كلفة السفرة فكذلك اللي عاوز يبقى سيد لازم يتكلف كلفة السؤدد كلفة المعالي يبقى لابد أن يتعب نفسه هذه الكلفة يبقى أتعب نفسه وأشقى بدنه في التجمل بمحاسن الأخلاق لازم حارب نفسي محاربة في الرزائل في اللسان في كل شيء لابد أن أحارب نفسي محاربة حتى تتجمل بمحاسن الأخلاق وتتزيى بالصالحات وتتحلى بالزهد في الملاذ ولا يزال كذلك العبد يتحمل تلك المشاق حتى يبلغ مراده من الرقي ويسود الناس بالعلوم من غير هذا التعب مش ممكن يبلغ مراده من العلوم ولا من الرقي الديني أبدا قبل الرقي اليوم يعني اللي عاوز يرقى دنيويا بيشقي نفسه في أبواب السلاطين وروح ويحاول يتمحك ويسقط الانتخابات ويجري هنا ويجري هناك ويزاحم علشان ويتعب نفسه ويتعب وينفق ويصرف ماله عشان يصل إلى العلو الدنيوي من غير ذلك مش هيقول العلو وعي في البيت كذلك العلو الديني يحتاج لأن الإنسان يجاهد ويشقي نفسه حتى يبلغ العلوم وفي كتاب مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا وشعر الإيمان البيهقي سعيد بن العاص رضي الله عنه قال لأبنائه يا بني إن المكارم لو كانت سهلة يسيرة لسابقكم إليها الآن On the authority of Sa'id ibn al-As, that he said, talking to his son, that goodness and honor and nobility, if it was easy,
إلا من عرف فضلها ورجى ثوابها. For those wicked to get there, but it is hard, and none will be patient for this difficulty. Only the one who knows the benefit. فجاهد نفسه علشان يبقى كريم خلقيا، يبقى كريم ماديا، يبقى كريم عشريا، يبقى كريم مع إخواني، كرم أخلاقي في كل ما تتصل به حياته. ليه؟ لأنه عرف فضل هذا الكرم ورجى ثوابه من الله سبحانه وتعالى، فجاهد نفسه عشان يصل إلى هذا. طيب لو قلنا أيها الإخوة الأخوات الكلام اللي احنا قلنا الوقت، إذا قلنا كما قدمنا أن طريق المعالي هذا بمشاقه هو طريق المسلم الذي يحبه الله منه ويحبه له، وأنه يتحتم علينا كمسلمين أن نسلك هذا الطريق ونتحمل هذه المشاق مهما كانت المشاق. الله loves يبقى لابد في هذا الحال ان احنا نتعرف على الاسباب التي تعيننا على تحمل هذه المشاق. فقد جعل الله لكل شيء سببا، ومن اخذ الاسباب ومن اخذ الاسباب امده الله بحبله ووصله بسببه. قد يعرف الشيء في القران الكريم، ومن اخذ الاسباب ومن اخذ الاسباب امده الله بحبله ووصله بسببه. قد يعرف الشيء في القران ان ويل يوتلايز شاهد سالوا كل الدم يخاوا كل اسبوع كل يوم جمعة. The tools and to help him reach what he aspired for. أتيناه من كل شيء سببا. سببا. Get and enjoy the help. والله سبحانه وتعالى وصله بأسبابه. هكذا أنا وأنت وكل واحد من ذي القرنين بس. من ذي القرنين. يعني هي مش محصورة على ذي القرنين. اللي ياخذ بالاسباب دي قهوة عربي. Knowing this reason on this way to reach the highest state of spirituality, the scholar said that all the reasons or the guidance that can help you to withstand the road for higher spirituality can be summarized in two areas. نعرف السبيل عشان نأخذ بالأسباب. الله سبحانه وتعالى المستعان يمدنا بسبب من أسبابه. إذا احنا خدنا تعلقنا بالسبب الله سبحانه وتعالى أعطوني مدل إيه بسبب. So what the meaning of what the meaning of the will or your desire and what is the honor of the spirit. وفي طريق التعرف على أسباب المعالي العلماء قالوا لنا الأسباب التي يستعان بها على تحمل مشاق المعالي محصورة في أمرين. أحدهما علو الهمة، والثاني شرف النفس. And have the deep desire to reach with good intention and with good will that does not waver. علو الهمة or does not والثاني شرف النفس. علشان تبلغ إلى أسباب المعالي لابد يكون عالي الهمة ويكون شريف النفس. طب إيه هي الهمة؟ ما هي الهمة وما هو شرف النفس؟ برضو عشان الغاز هي إيه الهمة دي وعلو الهمة؟ قالوا العلماء أما الهمة فهي ما يهتم المرء له ويهواه ويعزم عليه بعقد النية والإرادة الجازمة. شيء اللي بقلبك انت بتحبه وتهواه هذا هو الهمة. انت هم بشيء في نفسك. عشان حافظين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما عبد من عبادي حرص القدسي هم بحسنات فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، لأنه هم بها هي شغل قلبه لكن لم يتمكن من فعلها. فهذه الهمة. الهمة هو ما تهتم له. انت اهتمامك بإيه؟ انت نفسك تعمل ايه؟ الهمة. نفسك توصل لإيه؟ any door of righteousness ده الهمة. اما علو الهمة فهو ان يجعل المرء نظره عاليا وهدفه ساميا. actually
يخلي نظره فوق enjoy ما يبصش تحت رجليه that door يبص تحت رجليه عشان ما يتعطرش in his road انما دايما يبقى باصص لقدام لفوق عاوز يعلم عاوز يرتقي وبقى هدفه سامي فيتقدم الى الامام لطلب المعالي حتى لا يفوته شيء من ابواب الخير الا ولجه واخذ منه بنصيب يعني ما يسمعش عن منافسه في خير الا ودخل فيه لازم ياخذ منها نصيب شوف الناس يعني مره مثلا whoever among روح مثلا المقابر مره احنا رحنا المقابر وجمعتنا الله يزوم خير رب جماعه مسجدنا من اكثر الناس شهامه في المقابر الله يزوم خير رب يعني اهل مسجدنا بالذات ابن عبد الله بن مسعود said whoever among you الاي سي بي هنا في المقابر اكثر الناس شهامه وعز يجيلهم يساعدوا ويدخلوا في كل شيء ويتلوهم يضحوا بملابسهم وبالتراب والعفار شيء فيهم متوطن فيه نفسي مش من المروءة أن الناس تقف سكتة كده كل واحد لابد أن يسهم شيء يسهم بكلمة يسهم بمساعدة يسهم بهمة يعني أنا أقصد الشاهد إيه أنه الواحد ما يقفش من بعيد إلا إذا رأى خيرا تقدم إليه وأسهم فيه عشان يكون له نصيب من كل خير ده علو الهم لا يفوت شيء من أبواب الخير إلا ولجأ وأخذ منه بنصيب يتزود من الطاعات ويستكسب من الخير وعمل الصالحات بمعنى علو الهم ولذلك الإمام من أبي شيبة أخرج في المصنف عن سيدنا عبد الله بن مسعود قال لنا كلمة احنا قلناها قبل كده في درس سابق في موضوع تاني قال من استطاع أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا يناله السرة فليفعل فإن قلب الرجل مع كنزه اللغز هنا فإن قلب الرجل مع إيه مع كنزه يعني يستطيع معنى الكلام إن المرء إذا جعل بنكه في السماء بنكك يكون في السماء يعني كلها بتعمل حاجة بتحطها فين في البنك اللي في السماء مش في البنك اللي عند العباد انت بتعمل معروف علشان تحطه في البنك عندك رصيد في السماء عند الله فنظرك دايما فين فوق نظرك فوق عند الله سبحانه وتعالى جعل نظره الى سلعة الله لما يجعل نظره لسلعة الله هي الجنة يرتفع بنفسه عن البخل والشح ويرتقي بها الى المعالي من مكارم الاخلاق ده معنى كلام سيدنا عبد المسعود فإن قلب الرجل مع كنزه إذا أنت خليت كنزك تحت البلاطة هتفضل دائما طول ما أنت قاعد تبص على إيه؟ البلاطة إنما لما تخلي كنزك عند ربنا تبقى دائما همتك فين؟ همتك فوق همتك في الجنة وسيدنا النبي قال ألا إن سلعة الله إيه؟ غالية ألا إن سلعة الله الجنة فلما تعلق قلبك في هذا تخلي كنزك فوق يبقى قلبك متعلق دايما بايه بفوق مش متعلق بتحت ده معنى علو الهم اما شرف النفس وهو الجزء الثاني الذي عشان نتعلمه عشان يبقى عندنا رغبة في طلب المعالي ونصل اليها شرف النفس قالوا العلماء وأما شرف النفس فهو صونها عن الرذائل والدنايا يبقى الإنسان عنده مروءة يصون نفسه عن رذائل الأفعال وعن دنايا الأقوال والأفعال والمطامع شكرا جزيلا والمطامع القاطعة لأعناق الرجال لأن الطمع هو الذي يهلك الناس ويدفعهم إلى كل شيء حتى يصل إلى الحرام فيربأ بنفسه أن يلقيها في ذلك ده الشرف ده شرف النفس وإحنا لما قلنا نتكلم عن شرف المؤمن قلنا أن المسلم المفروض يعتز بشرف ليه؟ لأن أنت شرفك يعني ممتد مكتسب من إيمانك نسب شرفك إلى دينك فشرف المسلم منسوب إلى إيه؟ إلى الإسلام فلابد تعتز بهذا الشرف وتحمله على المعالي لأنه بيلصق بالإسلام وإحنا شايفين أي مسلم بيغلط وشفت الإسلام بيعمل إيه والإسلام عمل ده المسلم اللي عمل وما يعرفش إن شرف المسلم مستمد من إيمانه
لكن هو كده بيرسل دايما بالدين، فلا بد ان نحافظ على كده، تعرف من شرفك مستمد من ايمانك. And people look at our deeds and our conduct. فلا بد ان تكتسب الشرف، وهذا الشرف وتلك الصيانه قالوا العلماء يتولد بين خلقين كريمين، هما اعزاز النفس واكرامها وتعظيم مالكها. يا سلام، اعزاز نفسك واكرامها وتعظيم مالك هذه النفس، مالك النفس هو مين؟ هو الله رب العالمين. يبقى لابد انك تعز نفسك وتعظم المالك، فباعزازها لا يرضى باهانتها بالمعاصي خوفا من إغضاب الرب، لا آلفة من الدناء. وبالتعظيم مالكها وملكيتها لا يرضى بخوارم المروءة من دنايا الأفعال والأقوال. قالوا العلماء ولا يكون ذلك سعيا من العبد في طلب شرف نفسه إلا إذا فعل ذلك من غير تيه ولا عجب ولا ازدراء لأحد من الخلق. إن شاء الله أنا بعز نفسي وأعتز بنفسي وما تكبر على الناس، هذا كبر مولك. لا، أنت تعز نفسك بأن ترفعها عن الدناية، تعز نفسك بأن ترفعها إلى المعالي. ده معنى إعزاز النفس. إعزاز النفس من واحد ينتفخ تيها وكبرا على الناس، هذا يتحول إلى كبر قاتل. فلا بد الإنسان يعز نفسه ويعظم ملكيته من غير تيه ولا عجب ولا ازدراء بأحد من الخلق. الله سبحانه وتعالى. And as you do that, you also do not degrade the soul into that. لما نيجي بقى هنا نقف ونقول بعد الحديث عن معنى علو الهمة وشرف النفس، هتلاقي في سؤال يورد نفسه ويقول لماذا كان علو الهمة وشرف النفس هما سلم المعالي؟ اشمعنى يعني؟ ليه بالذات علو الهمة وشرف النفس هما السلم اللي تطلع إلى المعالي عليه؟ في الجواب على ذلك أيضا قالوا العلماء إنما كان علو الهمة أحد الأسباب التي يستعان بها على تحمل مشاق المعالي، لأنه يبعث النفس على التقدم ويحضها على الأعمال الكبيرة. إذا نفسك عالية الهمة دائما فأنت تحب التقدم، ودائما هذا العلو يحضك على الأعمال الكبيرة. أنا فتى من الضعة وخمول الذكر، تطش نفسك انك تبقى وضيع ولا خامل الذكر ومنسي، واستنكارا لمهانة النفس والنقص في أعين الخلق، وتطش انك تبقى قليل ولا حقير في أعين الناس. فلا ترضى أن تكون عند الله صغيرا ولا في أعين الناس حقيرا، ثم تتقدم بهمتك. وهذه الهمة هي محل نظر الرب الكريم من عبده، فقد جاء في بعض الآثار الإلهية يقول الله تعالى إني لا أنظر إلى كلام الحكيم وإنما أنظر إلى همته. فما أنظرش الكلام، الكلام كتير جدا، إنما بينظر لما وقر في إيه؟ في قلبه. إيه الهمة اللي بيسعى إليها من وراء هذا الكلام؟ يعني إن نظر المولى من العبد أو من الحكيم إلى ما يشغل به قلبه وخاطره من الأفعال المشفوعة بالأقوال، والأقوال المشفوعة بالأفعال. أما الأقوال وحدها زي ما قال الحسن البصري، فمن قال خيرا وفعل شرا رد عليه قوله وأخذ بشر الفعل وأخذ بمقت القول مع الذين يقولون ما لا إيه ما لا يفعلون. ربنا قال إيه؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. عشان كده رب العزة قال إني لا أنظر إلى إيه؟ إلى كلام الحكيم وإنما أنظر إلى إيه؟ إلى همته. خلي بالك لما دايما نكرر كلمة الهمة تكرر كثير، تبقى عارف الهمة يعني إيه؟ ما تهتم به، ما وقر في قلبك من فضائل الأعمال والأقوال. أنت اهتماماتك إيه؟ اهتماماتك، هل اهتماماتك عالية ولا دنية؟ إذا كانت اهتماماتك عالية ما يرضي الرب من المحامد والمكارم والفضائل فأنت عالي الهمة، يبقى عليك أنك تسعى. إن كان غير ذلك يبقى الإنسان نازل الهمة
وعلي أن أغير. Said goodness and did وكذلك النفس إذا شرفت. Actually, his talk will be not accepted. كذلك النفس إذا شرفت على النحو الذي وصفناه كانت للآداب طالبة. لما يكون إنسان نفسه شريفة ما يرضاش يكون قاعد في وسط الناس كده فتح بقه وعملوا لها والناس بتتكلم وبتحكي كلام حلو وقاعد كأنه لم يولد من قبل. حد يرضى نفسه كده؟ إنما دايما يحب يكتسب العلم ويكتسب الأدب ويكتسب الخبرة. فلما يقعد يبقى زينه ناضج وحاسس من الكلام اللي يقيم الحمد لله هو إيه؟ هو سمعه من قبل أو سمع مثله من قبل أو هو له مستجيب لأنه عنده أرضية. الأرضية موجودة، أرضيته موجودة. ولذلك إحنا قلنا اللي عنده أرضية دايما لما تتكلم في موضوعات تلاقي فطرته فيها الكلام هو عمره ما سمعه قبل كده من أي حد، بس تلاقي فطرته الله كان هذا الكلام سمعه أو قرأه فقرأه فين ما قرأه في كتاب. طب سمعه من مين؟ سمعته من الشيخ فلان؟ لا من فلان لا ما سمعوه ولا قرأه، إنما نضح به فطرته. هو كان موجود في فطرته فلما سمعه استيقظ الكلام. فهو تصور أنه سمعه من حد أو قرأه في كتاب ولم يسمعه من أحد ولم يقرأه في كتاب، وإنما هو مطبوع فين؟ في الفطرة. مطبوع في فطرته. ليه؟ لأنه عنده أرضية، الأرضية مسئية فجاهزة للقضاء. أرض صالحة ومسئية بالماء فجاهزة للقضاء وفيها البذ فجاهزة إيه؟ جاهزة للقضاء. فلما تقول هو يجد الكلام هو كأنه عارفه كأنه قرأه كأنه سمعه وما سمعه وما قرأه، إنما هو مطبوع كما قلنا إيه؟ في فطرته. فلما أنت قلته استيقظ المطبوع. أنا عارف الكلام ده. And also in the eyes هو طلاب للأداب. هو طلاب، هو من طلاب الأداب لأنه شريف النفس ما يرضاش نفسه يقعد كده خامل. فيقول النفس إذا شرفت على النحو الذي وصفناه كانت للآداب طالبة وفي الفضائل راغبة. فترى شريف النفس للإمام الماوردي في كتابه أدب الدنيا والدين الكلام دي، بس احنا يعني صغناه بالطريقة بتاعت الدروس يعني. الفترة شريف النفس يطرق أبواب العلم ويكثر مجالسة أهل الفضل، يجمع أخلاقه إلى أخلاقه حتى يصير بالخير معروفا وبحسن الأخلاق مشهور. ده شريف النفس. ما تقولش يقعد مجالس ساقطة ويتعلم السقوط، لا، هو يشوف المجالس العالية فين يقعد فيه عشان يجمع أخلاق الصالحين إلى أخلاقه فيكتسب كل الأخلاق، وعلشان يعني يجمع من طرق العلم الكثير زي ما قلنا تبقى فطرته إيه؟ ولادة. هذا السبب الذي ذكره العلماء في جوابهم لماذا علو الهمة بالذات وشرف النفس، لأنهم الاثنين بيدفعوا إلى أن أنت تكون طلاب للخير، أنت تكون جلاس مع الصالحين، اللي أنت تكون دائما طالب للأداب. وبهذا يكون قد بدا لنا جليا أن قيمة المرء في عين الرب ثم في عين الخلق في همته ومطلبه. لذا فإنه يتوجب علينا إخواني وأخواتي أن نربي الهمة في نفوسنا وأن نرعاها لتبقى على أفضل أحوالها حتى لا يظهر منها قبيح عن قصد ولا توجه إليها ذم، وأن نكون رؤوسا في الخير منارا للمكارم كما يفكر أهل المرؤات من الناس على مر العصور في سائر الزمان والمكان. أهل المرؤات قديما وحديثا لا يرضون لأنفسهم ولا لأهليهم إلا أن يكونوا رؤوسا في الخير. إنسان يكون عنده مروءة ما يقبلش أن هو يكون وضيع، يحب دائما يكون رأس، ورأس زي ما قلنا في تواضع مش رأس في كبر، رأس في تواضع لله سبحانه وتعالى يعمل الأعمال لأنه عارف فضلها ويرجو إيه ثوابها ما تنساش دي، لأنه عرف فضلها ورجى إيه
ثوابها فصبر على مرها. فدايما أصحاب المعالي يحبوا يكونوا رؤوس في الخير. وفي حديث من حديث أصحاب المرؤات وأهل المرؤات وطلبهم للمعالي، الإمام أبو نعيم روى في كتابه معرفة الصحابة عن علي بن عبد الملك بن عمير عن أبيه قال: بلغ أكثم بن صيفي مخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أكثم بن صيفي هذا تميمي من بني تميم، وهو حكيم العرب، حكيم من حكماء العرب الكبار المشهورين. فبلغوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فأراد أن يأتيه، فأبى قومه أن يدعوه وقالوا: أنت كبيرنا، احنا لسه ما نعرفش ايه بالضبط، لسه ما نعرفش محمد ايه بايه، وانت الكبير بتاعنا والعظيم بتاعنا، ما ينفعش تروح له ايه بنفسك، وانت كبيرنا لم تكن لتخف اليه، ما ينفعش واحد في مقامك ولا في مكانتك هو اللي يروح بنفسه يستطلع امر محمد. قال: فلياته من يبلغه عني ويبلغني عنه. حد منكم يروح يبلغه رسالتي ويبلغني عنه جوابه. فانتدب رجلان فأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: نحن رسل أكثم بن صيفي. تقول لك من عند أكثم بن صيفي، زي ما قلنا أكثم بن صيفي كان حكيما مشهورا في العرب، كل العرب عرفاه وتسمع به، يعني تقول أكثم بن صيفي ما حدش يقول، زي ما قلنا وسائل الإعلام زمان كانت تنقل من الشعر والحكمة، كانت بتتنقل في موسم الحج بالذات في مكة، فالناس كانت تستطيع أن تعرف بعضها البعض على المشارق والمغارب في هذا الموسم. فقالوا: إحنا رسل أكثم بن صيفي، وهو يسألك من أنت وما أنت، من أنت وما أنت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما من أنا فأنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم. شوف التواضع. خلي بالكم، إحنا قلنا لكم سيدنا النبي قبل كده لما يقول نسبه في العرب، اللي بيسمعه يتهز يترعش، اللي بيسمعه يترعش لما يقول بقى: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن عبد مناف بن هاشم، وقول وهات اللي واقف يتحصل. أباء مشهورين في العالم، حتى كسرى وقيصر، حتى أبراهة كان نفسه يشوف عبد المطلب، that Allah give you عجبروت the advice that you might وتطول على الله سبحانه وتعالى، كان نفسه يشوف عبد المطلب، نفسه يشوف سيد مكه. فلما سيدنا النبي يقول: انا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن عبد مناف، حاجه ترعب. فقالوا: اما من انا فانا محمد بن عبد المطلب. بس ودي كانت عادات الصحابه. شوف الست لما قالوا لها خلوها وقالوا لها ايه دي النبي، اللهم صل وسلم عليه. سيدنا علي قال: من راه بديهه هابه، that the prophet ومن جالسه أحبه. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم له هيبة، اللي يشوفه على البديهة بمجرد ما يشوفه يهابه، تاخده رعدة كده، وبعدين لما يجلس إليه يحبه حب أكثر من حبه لنفسه وأبيه وأمه. فشوف الست لما قالوا لها ده النبي، فساعة ما وقفت قدامه اترعش وقعدت ترقص، قال لها: هوني عليك. إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكله قديم. شوف إزاي؟ ما قال لهاش يا ولية براحتك ما تخافيش، ده أنا محمد بن عبد الله، كان حصلها أكتر. لما يقول لها: هون على نفسك، ده أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن عبد مناف، كان رعبها أكتر. إنما قال لها إيه؟ تنزل صلى الله عليه وسلم وقال لها: ما تخافيش، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكله القديد. والقديد ده إيه؟ اللحم اللي بيجففوه في الشمس. وده بتاع مين؟ بتاع الفارة ولا بتاع الأغنية؟ بتاع الفارة. فلا ابن ست ابن امرأة فقيرة يعني كانت تأكل قديد يعني، هوني عليك. فلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد اللهم صل عليه، لما تيجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما نعرفش نسكت، لأنه لابد أن احنا نتعلم عن أخبار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأشياء. وأنا أوصيكم دائما لما تيجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة وأمهات المؤمنين، أن أنتم ترفعوا من قدر هؤلاء
علشان ربنا يرفع قدره إياكم الله المأمين رب العالمين. فإن من أحبه الله أحبه الله أحبك الله على حبه. ما تنسوش سيدنا النبي لما قال حبوني ما قالش برضو حبوني عشان رسول الله ولا اللي أخرجتكم من الظلمات إلى النور ولا اللي هديتكم ولا قال أحب الله لما يغزوكم به من نعمه وأحببوني لحب الله لي. فطلب مننا حبه عشان ربنا بيحب. فاحنا نحب كل اللي ربنا بيحب. هؤلاء الناس رضي الله عنهم ورضوا عنه. فاحنا لازم نحبهم عشان ربنا سبحانه وتعالى يحبنا ويكتب لنا ولكم القبول اللهم امين رب العالمين. ده الشارع عشان بنقوله كنا بندخل عند سيدنا النبي وسيدنا الصحابه بنقف شويه فمتوش تزعلوا منا بس نتعلم مع بعض عشان نتعلم نحبهم ازاي. لان لما تعرف الشخص تحبه. فقال سيدنا النبي اما من انا فانا محمد بن عبد الله واما ما انا فانا عبد الله ورسوله واما ما انا فانا عبد الله ورسوله. قال ثم تلا عليهم هذه الآية اللي احنا قرأناها قبل كده في درس اللي فات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أنا رأس المعالي. رأس المعالي لو تحطها في ذهنك رأس المعالي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بس قال اردد علينا هذا القول. كلام انت قلت له كلام جميل قوي. ردوا علينا كده تاني عشان يحفظوه وسمعوا قولا بديعا. قال اردد علينا هذا القول فرددوا عليهم حتى حفظوه وبعدين سافروا. فاتيا بها اكثم بن صيفي. اتيا اكثم فقال شو بقى ناس الفاطنه ابى ان يرفع نسبه. سالنا من انت فابى ان يرفع نسبه فسالنا عن نسبه فوجدناه زاكي النسب وسطا في ايه في مضر. والوسط هنا يعني مش وسط اللي هو بين اللي هو بتوين بالانجليزي لا الوسط في اللغه العربيه له عالي. الوسط اللي هو ايه العالي وجدناها عالي النسب. لما سالنا عليه لما يقول لك وسط في النسب يعني ايه عالي فوجدناها عالي النسب. هو رفض انه ينسب نفسه فلما سألنا عن نسبه وجدناه عالي النسب. وقد رمى إلينا بكلمات قد سمعناها. أن كلمات إحنا سمعناها منه تعجبنا لها فسمعوني. فلما سمعهن أكثر من صيفي الرجل الحكيم فقال إني قد أراه يأمر بمكارم الأخلاق وينهى عن ملائمها فكونوا شو بقى وصل قومه بإيه فكونوا في هذا الأمر رؤوسا ولا تكونوا فيه أذنابا. إياكم فوتوا محمد ومش كونوا مع محمد ولا كونوا من رجالته لا كونوا من رؤوس. كونوا في هذا الأمر إيه رؤوسا ما تكونوش أذنابا ما تكونوش في الدين ما تقولوش خلاص احنا هنأمن بمحمد يلا توكلنا على الله أما يبقى يبعتنا الروح. لا انت لازم تكونوا رؤوس تأمنوا بمحمد وتسافروا له وتهاجروا له وتكونوا معاه في المقدمة في مقدمة أمره. ده حكيم هكذا وصى كبير الهمة قومه في أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الإسلام. وهكذا يسمو كل كبير همة إلى أن يكون رأسا في المعالي. أما من صغرت همته قعدت به عن هذا السبيل. صغير الهمة ما يقدرش يقول كده ولك ماشي موافقين يعني خلاص أو زي ما أقوله يبقى لا في العير ولا في النفير وهو أقوله خلاص إنما ولا في العير ولا في إيه ولا في النفير. فلا هو في الدنيا مذكور بالمكرمات ولا هو في الآخرة مشكور بالصالحات. ولذلك كان من نصائح أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لا تصغرن همتكم. اوعى تخلي همتك صغيرة. فإني لم أرى أقعد عن المكرمات من صغر الهمم. إنك تستقل بنفسك وتصغر همتك تقول أنا أروح فين يعني أنا لا هنا ولا هناك. في كل حال سلم ينزل بنفسه قالوا حتى ما تخيبش مع الضيف
إذا نزل بك فتحتقر ما عندك من طعام. عندك شوية عيش ملح قدمه لي. إنما تقول لا أنا هديم له عيش وملح يفضل قاعد. لو ينشف وما عادش عارف يتكلم ويحقق وبعدين يخرج من عندك أنت خبت. كان باللومة العيش شوية الملح إن كان أصيل سيثني عليك إيه بما أطعمتك وإن كان خسيس ولا إيه الناس هتنزل منه لما يخرج يقول لك ها روحت عنده أجاب للومة عيش حتة ملح شوية ملح كانت قرف في العيش وملح بتاعه الناس وراء الله رجل خسيس لأن رجل قدم لك ما طالت يداه وأكرمك مما عندك. فلابد الإنسان ما يقعدش بالمرء عن العمل الصالحات إلا أن يكون قاعد الهمة وأنا نروح فين وأجي منين وأنا حبت إيه وأنا أسوأ إيه وأنا يعني فيفضل ينزل في نفسه فتقعد همته فيقول عن كل مكرومة ما يصلحش أي حاجة خالص. وعشان كده سيدنا عمر قال كده لا تصغرن همتك خلي همتك دائما كبيرة وخلي الله المستعان خلي همتك كبيرة لله زي ما قلنا ترجو ثواب المعالي فإني لم أرى أقعد عن المكرمات من صغر الهمم. That ممشاد الدي نوري said intention and aspiration. ومن هنا إخواني وأخواتي كانت الهمة مقدمة الأشياء مقدمة لكل شيء صالح بل كانت هي بذر النعم كما قال العلماء. فمن كانت له همة كان أصلح لاكتساب كل الخيرات ومن كان ساقطا لهمة فلا يكونن أعجز الناس عن بلوغ أي خير. وفي الحلية حلية أبو نعيم من نصائح ممشاد الدنوري أحد كبار الزهاد أنه قال الهمة مقدمة الأشياء فمن صلحت له همته وصدق فيها صلح له ما وراءها من الأعمال والأحوال. الهمة هي مقدمة حياة الإنسان لابد يكون عندك همة. شوف انت لو ما فكرتش انك تصحى للصلاة مش هتصحى للصلاة لو انت ما فكرتش انك تزكي فلن تزكي لو انت ما كانتش عندك همة لأي عمل زي ما قلنا لن تقوم بهذا العمل. انما لما يكون عندك همة يبقى هتقوم بهذا العمل ان شاء الله لما تهتم له الله سبحانه وتعالى من وراء القصد هيعينك. واحنا زي ما قلنا لكل شيء ايه سببا فمن تعلق بالاسباب واخذ بسبب الله امده الله تعالى ايه بسببه ووصله بسببه سبحانه وتعالى. طيب بعد الحديث عن الهمة عاوزين نتعرف على اعمال اصحاب الهمة اعمالهم وما سبقوا اليه وما استبقوا فيه. أما أعمالهم بل كبير عملهم ومقدمه فهو العقل عن الله هذا أكبر الأعمال. إنك تعقل عن الله طب العقل عن الله يعني العقل عن الله هو عقل أمره ونهيه تعقل عن الله ما أمر به وما نهى عنه هذا هو العقل عن الله. ومعرفة حقه قال ومن عرفوا أمر الله ونهيه وعرفوا حقه قدروه سبحانه حق قدره وصبنا له وما قدر الله إيه حق قدره والأرض جميعا قدرته يوم القيامة لأنهم لم يعرفوا أمر الله ونهيه أو لما عرفوه لم يبالوا به. أما العاقل لما يعرف أمر الله يهتم له لما يعرف نهي الله يهتم له فنافسوا بالأعمال الصالحة وسابقوا بها الزمان والمكان. لما يقدر الله حق قدره ينافس كل عمل صالح ويسابق الزمان والمكان يخاف وسن النبأ الكبير سن النبأ الايه البادروا بالأعمال بادروا يعني سابقوا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. إذا ما سبقتش الفتن تلحق انت لازم تسبق الفتن تسبقها بايه بالاعمال الصالحه بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم زي قطع الليل البهيم الانسان يمشي ما يشوفش حاجه فتسابقها بايه بالاعمال تسبقها بالاعمال فلما تيجي الفتن انت زي ما قلنا اصبحت ايه اصبحت مستضيف بنور الله فلما يدخل الليل وانت معاك المصباح
راح ما يضركش ان ابو نعيم فلا تتعصب في الطريق ابن عاد فلما تسابق الايام والليالي بالاعمال الصالحه لما تيجي الفتن وتبقى زي قطع الليل المظلم انت مش هتفتن ليه لان انت قلبك مستنير معاك المصباح فيدخل الليل وانت قلبك منور فلا تتعصب في الطريق ما تقعش في الفتن فالذين عقلوا عن الله عملوا كده سبقوا بالأعمال الصالحة الزمان والمكان وزهروا في فضول الدنيا ورياستها ونعيمها فصلح بالهمة أعمالهم ونجحوا في الوصول إلى ربهم وفي وصفهم هذا ونعت عملهم جاء الحديث الذي خرجه الإمام الحارث وأبو نعيم عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن لله عز وجل خواص عباد خاصة خواص العباد يختصهم الله إن لله تعالى خواص زي حديث النبي إيه إن لله تعالى أهلين من الناس قيل من هم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته إن لله أهلين من الناس اختصهم الله فكلمة أهلين يعني خواص فهؤلاء الناس خواص سيدنا النبي يقول إن لله عز وجل خواص أهلين من الناس يسكنهم الرفيعة من الجنان بإيه؟ القانوا أعقل الناس كانوا أعقل الناس وأعقل الناس يعني مفكرين يعني الواحد منهم بيمسك السطر بتاع الحساب يبص عليه ويعمل كده 65 يبقى معنا 6 معنا 14 ما عقل يعني عقل حسابي ولا عقل رياضي زي ما بقول ولا عقل ديناميكي ولا عقل ايه بالظبط فالصحابة كان لازم يسألوا قالوا يا رسول الله وكيف كانوا أعقل الناس قال كانت همتهم المسابقة إلى ربهم عز وجل قلوبهم متعلقة بأنهم يسبقوا إلى الله زي إيه امتثالا لقوله تعالى وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وامتثالا لقوله تعالى في سورة آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين فقال كانت همتهم المسابقة إلى ربهم عز وجل والمسارعة إلى ما يرضيه وزهدوا في فضول الدنيا ورياستها ونعيمها هانت عليهم فصبروا قليلا واستراحوا إيه طويلا صبروا قليلا لأن عمر الدنيا قليل وانت شايف المعذبين في سورة المؤمنون ربنا قال إيه قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين قالوا إيه لبثنا يوما أو بعض يوم انحصر كل الزمن اللي عاشوه في يوم أو بعض يوم والناس السابقين كانوا معمرين يعني أكثر من الصيفي اللي كنا بنتكلم عنه هذا عاش 330 سنة بس أكثر يعني يقال إنه هو له صحبة يقال إنه هو لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من عده في المسلمين الذين لم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم لكن الشاهد انه كان شوف ناس كانت عايشه كام 330 ايه سنه ده اكثر من صيفي وغيره كتير والراجل الجاهل دريد بن الصم اللي كان في الطائف اللي كانوا بيرفعوا له حواجب عينيه عشان يعرف يبص ويشوف من كبر السن كان خارج عشان يحارب النبي صلى الله عليه وسلم ويدلهم ازاي يحاربوا وكان هو الخبير بتاعهم العسكري والبتاع كانوا بيرفعوا له حواجبه بايديهم عشان يعرف يبص لانها نزلت من كبر السن ده لما يروح في القيامه كم لبست في الارض على سنين وليه او بعض يوم فانت مهما صبرت في الدنيا صبرت ايه صبروا قليلا واستراحوا ايه طويلا صراحه كتير بقى عند الله سبحانه وتعالى في جنته هكذا تسبق همة العقلاء بأصحابها وتصلح عليها أعمالهم لما سبق من نور المعرفة إلى قلوبهم
زي ما قلنا لأنهم عنده مهمة وشرف نفس فسبق نور المعرفة إلى قلوبهم وكمال الخلق كما قال العلماء إنما ينشأ من كمال العقل لأن العقل لا يرضى نفسيا أن يكون مهانا لا يرضى نفسيا أن يكون وضيعا فقال العلماء وكمال الخلق إنما ينشأ من كمال العقل وفي تقرير ذلك ذكر المناوي في فيض القدير عن بعض الحكماء أنه قال بالهمم العالية والقرائح الزكية تصفو القلوب إلى نسيم العقل الروحاني بالهمة العالية والعقل قريحة الزاكي يصفو القلب فيصل إلى نسيم العقل الروحاني عقل القلبي وترقى في ملكوت الضياء والقدرة الخفية عن الأبصار المحيطة بالأنظار فيصير يرى بعين بعين قلبه بعين بصيرته لا بعين بصره وزمان كانوا يقولوا قلوب العارفين لا لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون قلوب العارفين لا لها عيون ترى ولذلك عمر أعجب الناس لما قام وقطع خطبته وقال الجبل يا سارية الجبل وسارية هناك في آخر الدنيا في نهوان بس هو شاب بعين بصيرته العدو يأتي من من الجبل فقال الجبل يعني الزم الجبل يا سارية لئلا يأتيك العدو من خلفه فتحصن سارية بالجبل وبلغه الخبر فهكذا ترقى النفس في ملكوت الضياء والقدرة الخفية عن الأبصار المحيطة بالأنظار وترتع في رياض الألباب المصفاة عن الأدناس قال وبالأفكار تصفو كدر الأخلاق المحيطة بأقطار الهياكل الجسمانية بالأفكار الصحيحة السليمة يذهب الكدر المتعلق بهذا الجسم الفاني الشهوات والرغبة في المطعم الزائد والمشرب الزائد والمال الزائد وكل هذه الأشياء فعند الصفو ومفارقة القدر تعيش الأرواح التي لا يصل إليها انحلال ولا انحلال قال والإنسان يضارع الملك بقوة الفكر والتمييز انت تساوي الملك نفسه بقوة الفكر والتمييز ونحن مذهبنا أهل السنة إن صالح البشر أفضل من الملائكة زي الناس بتتصور لا إحنا الصالحين من البشر في مذهب أهل السنة والجماعة الصالحين من البشر أفضل من الملائكة ليه لأنه بتتنازعه الشهوات فغلب شهواته وصفى نفسه من القدرات فأصبح أرقى من من الملك قال والإنسان يضارع الملك بقوة الفكر والتمييز ويضارع البهيمة بالشهوات والدناءة فمن صرف همته إلى اكتساب معالي الأخلاق التي يحبها الله فحقيق أن يلتحق بالملائكة بطهارة أخلاقه ومن صرفها إلى استفساف أول فكر من حديث الناس إن الله كريم يحب الكرم ويحب معالي الأخلاق ويكره استفسافها وإن استفساف زي لما تجيب الغربال وتغرب القمح والحب اللي ما بينطحنش ده استفساف ده استفساف الرديء قمح الرديء اللي ما بينطحنش ده استفساف والرديء من كل شيء يسمى استفساف قالوا انصرفها إلى استفساف ورذائل الأخلاق التحق بالبهائم فيصير إما ضاريا كالكلب تلاقيه دايما عمال ينبح على الناس كلها زي الكلب الضاري أو شرها كخنزير عنده طمع أو حقود كجمل أو متكبر كنمل أو رواغا كثعلب أو جامعا لكل ذلك كالشيطان الرجيم فشوف أنا وأنت إزاي أنا وأنت عندنا القدرة إن إحنا نصل إلى الملك أو ننزل بأنفسنا إلى هذه المرتبة من الحيوانين لكن الإنسان يكون عنده همة زي ما قالوا العلماء بالهمة يصعد إلى إلى المعالي قالوا وكمال الخلق إنما ينشأ عن كمال العقل لأنه الذي تكتبس به الفضائل
وتجتنب به الرذائل. هذا كلام الإمام المناوي فيما نقله عن بعض الحكماء. وعلشان ننهي الدرس إخواني وأخواتي، هذا الكمال الخلقي اللي ذكرناه المكتسب بالعقل الغريزي والعقل الكسبي، العقل الغريزي اللي هو الموهوب من الله، والعقل الكسبي اللي أنا وإنت من جاهل عشان نوصله يسموه عقل كسبي أو الخلق الكسبي. احنا قلنا الأخلاق زمان، كنا نتكلم عن الأخلاق، قلنا الأخلاق ثلاث أنواع. علشان أقول منيب بسرعة أقول لكم تاني، الأخلاق ثلاث أنواع. أخلاق كسبية يعني أنت بتكتسبها أنا وأنت بنكتسبها، اللي فيها قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم إيه؟ بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما الصبر بإيه؟ بالتصبر. دي أخلاق كسبية، أنا جاهدت نفسي عشان أبقى صبور، وجاهدت نفسي عشان أبقى حليم، وجاهدت نفسي عشان أبقى إيه؟ عالم. دي أخلاق تكتسب. وفي أخلاق وهبية يعني موهوبة من الله، العبد بيتولد به الله سبحانه وتعالى بيوهبه هذه الأخلاق. زي إيه المثال؟ زي الأشج، سيدنا الأشج بن عبد القيس لما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن فيك لخصلتين أو خلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناه. عندك حلم وعندك تأني. فقال: يا رسول الله، هذا شيء جبلني الله تعالى عليه أم هو شيء اكتسبته؟ شيء ربنا سبحانه وتعالى وهبه لي ولنا يعني اجتهدت فيه. قال: بل هو شيء جبلك الله عليه، الله سبحانه وتعالى فطرك على هذه الخلق، هو اللي وهبك هذه الأخلاق. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله. شوف الفصاحة بتاعت الناس. والسؤال عاوز يسأل ويتفحص عشان يشوف هو اكتسب ولا هو وهب. إن كان اكتسب يزداد، إن كان وهب يحافظ عليه ويزود إيه ويزوده. ده تاني خلق. الخلق الثالث خلق موروث من آدم عليه السلام. نسي آدم فنسي ذريته، وبعدين لما وهب لسيدنا داود 60 سنة قال إيه؟ قال: أنا ما جاتوش حاجة. لما راح ملك الموت يقول له أظن بضوحك، قال: لا، لسه 60 سنة. قالوا: 40 سنة. قال: 40 سنة منين؟ ما أنت اديتهم لابنك داود. قال: لا، ما اديتش لحد حاجة أنا الكلام ده. فهذه أخلاق موروثة من آدم عليه السلام، دي الأخلاق. فكمال الأخلاق ينشأ عن كمال العقل لأنه الذي تكتسب به. طب هذا الكمال الخلقي المكتسب بالعقل الغريزي أو الكسبي يسهل على المرء بلوغه إذا ألزم نفسه تقواه، لما يلزم نفسه التقوى فيجعل التقوى زاده وزواده. فما هذا الكمال في حقيقته سوى التقوى؟ كل اللي كلمنا عليه ده كله هذا الكمال هو في حقيقته هو التقوى. ومن كلام الحكماء في ذلك ما رواه الإمام ابن أبي الدنيا في كتاب الهم والحزن عن شبيب بن شيبة قال: تكلم رجل من الحكماء عند عبد الملك بن مروان فوصف المتقي، قال له: صف المتقي. فقال: رجل، المتقي لمين؟ الرجل آثر الله على خلقه. خلي بالك من الأوصاف دي لأنها جميلة وإحنا لازم نتعلق بها. رجل آثر الله على خلقه وآثر الآخرة على الدنيا. آثر الله على خلقه وآثر الآخرة على الدنيا. فلم تكترثه المطالب، لم يهتم للمطالب، مطالب الدنيا وحاجاتها، ولم تغنه المطالع، نظر ببصر قلبه إلى إيه؟ إلى معالي إرادته. بص بصيرة القلب إلى معالي الإرادة والهمة التي في داخله فسعى إليه، نظر ببصر قلبه إلى معالي إرادته فسمى نحوها ملتمسا له، طلع له يلتمس هذه المعالي. فدهره محزون يبيت إذا نام الناس ذا شجون، ويصبح مغموما في الدنيا مسجون، انقطعت من همته الراحة دون منيته. انقطعت من همته الراحة دون منيته. فشفاه القرآن. شايف؟ فشفاه إيه؟
القرآن جعل شفاءه في القرآن these good deed, لما أصبح حسن وفي الدنيا مسجون وانقطعت به الهموم فشفاه القرآن فشفاه القرآن ودواءه الكلمة من الحكمة والموعظة الحسنة جزاك الله خير فشفاه القرآن ودواءه الكلمة من الحكمة والموعظة الحسنة لا يرى منها الدنيا عوضا ولا يستريح إلى لذة سواها هذا هو المتقي لما جامع هذه الأخلاق اللي ذكرناها كلها في الختين من جعل التقوى زاده وزواله سما إلى هذه المعاني وكان شفاءه في القرآن ودواءه في الكلمة الحكمة والموعظة الحسنة اللي يقول عليه البذر اللي بيخلي الأرض صالحة لما تبقى الفطرة نباعة الفطرة ولادة للخير الفطرة فيها همة عالية للأعمال الصالحة بهذا العقل عن الله تسبق همة الكبار بهم أما الصغار من الناس فإنهم قاعد الهمة لا هم لهم سوى الدنيا وما فيها في كل وقت وفي كل مكان حتى وهم في ضيافة الرحمن في بيوته الشريفة في المساجد ترى مجالسهم حتى في المساجد وحديثهم للدنيا لا يقدرون على مفارقة الدنيا والاشتغال بها حتى وهم في بيوت الله وهؤلاء تأخروا في ميدان المنافسة بالطاعات وقاعد الهمة هؤلاء ليس لله فيهم حاجة الله زي ما قلنا خلاص من الخلق مين أصحاب الهمة أما قاعد الهمة الله ليس لهم فيهم حاجة لا في المساجد ولا في غير المساجد وفيهم أخرج الحاكم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يتحلقون في مساجدهم وليس همتهم إلا الدنيا قاعدين في المسجد حلق بس قاعدين يذكروا الله قاعدين يقرأوا القرآن قاعدين يتداووا بالحكمة قاعدين يستشفوا القرآن لا قاعدين يتكلموا في الدنيا وفي هم الدنيا وفي جمع الدنيا وفي أخذ الدنيا حديثهم للدنيا ليس همتهم إلا الدنيا قال ليس لله فيهم حاجة فلا تجالسوهم لأنهم معديين دول الاثنين منهم العدوى فيضيعوا عليك همتك ويخربوا عليك همتك انت همتك ان يكون شفاك في القرآن ودواؤك في الكلمة الحكمة والموعظة الحسنة تسمعها وخصوصا لما تكون في بيت الله تعالى في المساجد اخواني واخواتي هذا هو العمل الأول من أعمال أصحاب الهمة أما العمل الثاني من أعمال أصحاب الهمم العالية فأنهم يواكبون أعمالهم فإذا رأوا خيرا فرحوا به واستبشروا بتوفيق الله لهم وإذا رأوا سيئة استغفروا وأسفوا على عدم التوفيق وإن شاء الله هذا ما سنواصل به الحديث في حلقة الأسبوع القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى وأسفين على التأخير بس إحنا ضيعنا نص ساعة من هذا اليوم فإحنا أسفين على أن إحنا أخرناكم لهذا الوقت لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جلستنا هذه في ميزان حسناتنا يوم القيامة اللهم أمين رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد قبل الله منكم their own soul have the high aspiration and a good intention and also the good righteous noble soul to reach these high places with Allah سبحانه وتعالى وإياكم والسلام عليكم brothers and sisters